الإخوان والأصحاب، أهديكم شوقي بغير تكلف، وأبث لكم قولي بالاستحباب. أبناء عمومتي كلكم بل عزوتي، والذخر وأنتم طيلة الأحقاب، وأميركم لوثم ليث هزبر دائما في قوله فصل لكل خطاب. أبو خولى فخر العموم كلها، وربوعه ملأ إلى الأعتاب. السيف والطبع الكريم ملازم كتلازم الأفعال والأسباب. قد كان مقداما بفضل عزيمة وبهمة مصحوبة بضراب. الله أسأل أن يوفق جمعكم ويمدكم بالخير والإيجاب. البوسرايا قد أتوا لربوعكم، مدوا أياد القرب باستحباب. إنا نتشرف اليوم بوجودنا مع هذه الوجوه الطيبة في هذه الأيام الخيرة في ربوع العز والفخر، لنعلن أننا في السراء والضراء لما فيه خير لبعضنا. والسلام عليكم.